متابعينا ونعاود نرحب بكم من جديد ونرحب باللي هذا وين تحقوا بنا ونرحب باللي راهم جد معنا في راديو شمس. نقول لهم مرحبا بكم معنا في راديو شمس وفي خدم راسك راني نشوف كاين الله يبارك لي جونا جدد من دي جروب واحد اخرين راهم يقولوا رانا جينا نرحب بكم معنا في راديو شمس. نروح نستقبلوا اول مكالمه. الو الو مساء الخير. مساء النور مرحبا بك. كنصاوب لاباس الحمد لله لاباس وانتوما؟ والله لاباس الحمد لله يعطيك الخير الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. الوغ مرحبا بك معنا في راديو شمس وفي خدم راسك. الله يبارك فيك مدام رانا نتبعوا فيكم من تبسه. الله يعيشك خيار الناس خيار الناس. مرحبا بالناس تبسه معنا. الله يبارك باش يكون في بالك بلي عندكم متابعين بزاف تبسه. رانا كنسمعوا فيكم ونسمعوا في ليزيميسيون تاعكم والله غادي نديروكم ونسمعكم. الله يعيشك الله يعيشك سانو في بليزير هذا شرف لينا. الله يعيشك سيرتو ليميسيون تاع ساعتين سبور هذيك اللي جينا ثلاثه نستناوها مع الزميل حميد. نعم فهدي ديبا ملاح وفاكذا وخدم راسك راهي ساعات تضحكنا ساعات نسخفوا منها كل مره كيف. الله يعيشك الله يعيشك هذا هو الهدف تاعنا نضحكوا شويه ونتقفوا بزاف هذه هي لازم. الله يسلمك مدام. الله يعيشك. الوغ برك الاخ مازال ما قلتليش شكون معايا من تبنسه على بالنا من تبنسه. معك جابر من تبنسه. جابر مرحبا بك جابر. يرحمها بك. الله يبارك الله يبارك. الوغ جابر كيما قلت لي مالف تبع معنا خدمه راسك شفت رانا نوجدوا اسئله بسيطه يعني. دي فوا يكونوا بسيطه هذيك هي تاع السهل الممتنع دي فوا ما نقدروش نريبونديو عليهم. وي السهل الممتنع اكزاكتومون. الوغ ان شاء الله اليوم جابر ان شاء الله تقدر تريبوندي معايا على لي كيستيون اللي راني موجدتهم. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هذه اول مشاركه لك معنا جابر. وهذه اول مشاركه وان شاء الله ماشي الاخرى ان شاء الله. وي جوستومون واش حنقول لك ان شاء الله ما تكونش هذه هي الاخرى. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. الوغ جابر راك واجد نبداو لي كيستيون تاعك. نبداو نعمل على ربي سبحانه بسم الله. الوغ جابر عندك اول سؤال في الثقافه العامه كان جاز معنا ديجا ومازال ما لقينالوش اجابه. قل لي شكون هو اسرع المخلوقات البحريه؟ اسرع المخلوقات البحريه وي يعاونينا شويه. اسرع المخلوقات البحريه هي دوك كيش نقول لك هذا لو كان عاونك تما نمد لك لا ريبونس. هي دوك نقدر نقول لك حاجه ناكلوها ما تقوليش روكان ما تقوليش. هي حاجه ناكلوها وي حاجه ماشي 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 سمكه التونه طون. وي 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 سمكه التونه هذه هي الاجابه. سبق قلت لك اسئله بسيطه شفت. سمكة التونة نعم. سمكة التونة هي أسرع الحيوانات البحرية. برافو عليك جابر يعني بلا ما كسرت راسك بلا ما خممت لقيت لا ريبونس برافو عليك. خدمت راسي شوية خدمت راسي شوية خدمت راسي خدمت. وي لازم. رضوان كش ما تحب تقولوا لجابر؟ قال لك رضوان بصحتك كي جبتها ويعطيك الصحة. الله يسلمك. قولوا كاين واحد الطون شباب في تيفازا قولوا تروح تضرب الطون في تيفازا لتما كريتو كي غيره مليح. اه يا خلاص هذه نقولوها غير رضوان ولا لينا كامل. ليكم كامل ليكم كامل انت عاونتينا حسيتي ان شاء الله. الله يعيشك ميرسي بوكو. الوغ نروحوا نشوفوا اللغز ديالك واش يقول. عندك محاجيه تاع بكري نشوفوا محاجيه تاعك واش تقولي. لا تسلكها محاجيات شويه شويه. قال لك حاجيتك عليها هي وبالاسم هي ما فيها عقد ولا قفل نقلبوا عليها كيفاش تنحل. ما فيها عقد ولا قفل ونقلبوا عليها كيفاش تنحل وشنو هي؟ تحب نعاود لك الا ما فهمتوش؟ ماهيش الاحجيه. نعم ماهيش الاحجيه هي بالذات هي بالذات الاحجيه في حد ذاتها هذه هي الاجابه هي وما نحوسوا لها الحل وما فيهاش قفل. اكزاكتومون اكزاكتومون لا عقد ولا قفل ونحوس عليها كيفاش تتحل. ومن بديتها لك حاجيتك عليها هي وبالاسم هي. عليها هي حاجيتك عليها هي تسمى على الاحجيه. اكزاكتومون اكزاكتومون الله يبارك انتيليجون الله يبارك. الوغ نشكرك على تاني اجابه صحيحه معنا. نمدلك سؤال ثالث اللي تاني ما لقينالوش اجابه البارح جاز معنا هذا السؤال وما لقيناش عليه اجابه ان شاء الله تكون عندك لا ريبونس. قل لي برك جابر الفريجيدار كي تخلطوا فيه روايح تاع الماكله كيكون يريح واش ندير له؟ القهوه القهوه باش تبصر بكاع الروايح القهوه
الكل. با 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 مي جابر راك متقفور نتايا. انا غير شويه شويه عليك شويه شويه. ما خليتنيش ميم با نكمل لا كيستيون. ايه باسكو نهار كامل وانا ندير فيها المدام كي تحط تخلي حوايج ما تغطيهمش ما ديرهم سيلوفان. تمام انا تزور ندير شويه قهوه في الباب باش هي تصدر الريحه تاع اللحم الريحه تاع الطبيخ تاع كفايا وتبقى كل ماكله شاده البنه تاعها. اكزاكتومون وي الله يبارك عليك جابر راك متقف وراك متهلي في الفريجيدار على حساب الشوفه. يا بنتي نهار كومبلي وانا نتفرج فيه. ايه وي لازم. يا خويا شهواني يا خويا. الله يبارك عليك. الله يبارك عليك. كل ما نسمع في الويب تاعك يا رضوان اللي نسمع فيها. راك تسمع. لا خرج خرج لا انت راجل خرج قابلني على بالك بلي راني هنا راك متخبي واحد اوعى تشاموتي. راه حوس عليك رضوان شفت انت زقيت له هذه هي. الوغ جابر يعطيك الصحه على ثلث اجابات صحيحه نشكرك على المشاركه تاعك معنا وان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر مره. ان شاء الله يا ربي. كاين سؤال واحد اخر ولا سي بون كملناهم؟ الاسئله راك كملتهم قلت لك ما خليتليش ميم با الوقت باش نكمل لك لا كيسيون ولا نقول لك خمم معانا ولا نسي نعاونك الله يبارك. لا كيسيون قبل ما نكملها تكون عندك لا ريبونس خموس عليك. الله يسلمك ما الله يسلمك. من ذاك من ذاك نقراو شويه في الانترنت من ذاك نبوكو نيو شويه في الجورنال. وي مليح وحدي كل مره كيف نقراو شويه مدام ميم كي يكون عندنا الوقت ما نكونيكتيوش هكذاك نقراو نتفقوا شويه بيان سور لازم نديرو المسابقات ميم على حياتنا لي ديسكيسيون كنريحو ميم كي نقصرو قصره مفيده. نعم كل مره نخطو حاجه ان شاء الله مدام حنا ولا غير نتعلموا منكم ميم كي نتفقوا. حنا ثاني رانا نستفادوا بزاف بزاف منكم باسكو دي فوا تكون لا ريبونس جوست ماشي بالك هذيك هي اللي رانا موجدينها مي نتوما ثاني تمدوا لنا معلومه جديده. نشكرك جابر على المشاركة تاعك معنا وإن شاء الله الله يجعلها عادة ونقول لك ماذا بينا تقعد وفي دايما أنت وناس تبسة لنحييوهم بالمناسبة تقعدوا أوفياء إن شاء الله لراديو شمس. ان شاء الله مدام يعطيك الصحه وانتم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه وان شاء الله فيغ لو ميو ان شاء الله ان شاء الله شاك فوا تزيدوا تاميليوري ان شاء الله ليميسيون وزيدوا بليز دو كولتير ان شاء الله لينا وليكم مدام المستمعين ربي يعطيكم الخير. الله يعيشك الله يعيشك ميرسي بسلامه بقى على خير. تحيه برك الناس بسته كامل مدام اللي في الجزائر اللي هنا اللي بارتو وكامل السوريين ونقول لهم ثاني عيد الاضحى عيد مبارك ميم الافونس فيا بصح نقول لهم ان شاء الله تعاود تعيط لنا قبل العيد وتعاود تقول لهم صحه عيدكم ان شاء الله. ان شاء الله مدام يعطيك الصحه ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو جابر. الله يعيشك. نعاود نولي لكم متابعينا ونعاود نرحب باللي هذاوين التحقوا بينا ونقول لهم ماذا بينا لو كان تبارتاجيو لا فيديو باش يشوفوا معنا لي زامي ديالكم ويشاركوا معنا ان شاء الله ونقول لكم بعثوا لنا لي نيميرو تاعكم في الخاص وراح نتصلوا بكم وتشاركوا معنا. رضوان عندنا مكالمه. الو 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 مرحبا بك. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك معنا. تعيشي اختي. نعم مرحبا بك مانيش نسمع برك فيك مليح. كي تسمعي فيها؟ وي دوكا نسمع فيك. مرحبا بك معنا. كيراكم لاباس؟ الحمد لله يا ربي غاية الحمد لله. وانتم كيراكم دايرين؟ لاباس هاكا جبتنا السخانة هنا الحمان راه داير حالة. معليش الحمان راهو باختو دوكا نقول لك ما عندك وين تهربي عليك وعلى كليماتيزور. هذا هو معليش معليش اخت كريمة واش نديرو المهم انا متونسين بكم وخلاص. وي الحمد لله يا ربي مام حنا رانا متونسين بكم وما عندنا وين نروحو رانا هنا قاعدين معاكم. يرحم باباك. وي يا بنا انا حاضرين نعطيكم الصحة والله غير يعطيكم الصحة. الله يعيشك ميرسي بوكو. الوغ قولي لي برك شكون معانا؟ معك ايمان من بشار. ايمان مرحبا بك ايمان وبناس بشار نرحب بكم كامل معنا وتحيه خاصه لناس بالشار. الله يسلمك. ايمان قولي لي مالفا تابعينا؟ ما تابعتكمش هذه النهار الاول اللي تابعتكم فيه على بالك حنايا هنا في بشار خطرات ما كاش لا كونيكسيون خطرات تمشي خطرات تجي. شويه عندنا مع الحمان راهم يقطعوا لنا خطرات كريزيتيك وخطرات كيفاي. ربي معاكم ربي معاكم ان شاء الله نولي نتبعكم ان شاء الله يا ربي. الوغ مرحبا بك معنا في راديو شمس وفي خدم راسك ان شاء الله ما تحرميناش من هذه الطله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الله يعيشك ميرسي بوكو. الوغ باش نفهمك ايمان في خدم راسك عندنا مجموعه من الاسئله متنوعه هي اسئله سهله راح تكون نورمالمون سهلة تجيك سهلة راح تكون في المتناول تما تقدري تجاوبيني عليها فاسيلمون ما عليك غير تخدمي لي شوية راسك هذا ما كان. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. وكادو كاين كادو كاين كيما كنا قلنا ديجا كاين دعاوي الخير وماذا بينا لو كان تجيبي لي ريبونس بين ثلاثة نديرو لك أغنية شابة ونهديوها لك ليك ولناس بالشر.
هيا ان شاء الله روحي هيا بسم الله انت هيا داكور الوغ ايمان واش نبداو لي كيسيون تاعنا هيا نتكلوا على ربي هيا سبحانه بسم الله بسم الله الوغ ايمان قولي لي شحال عدد العظام اللي في جمجمه الانسان عظام جمجمه الانسان جمجمه الانسان فيها عظام والله ما على بالي نوفيل انفورماسيون الوغ مالا سير ما عندكش لا ريبونس شحال فيها عشرة كيفاش بصحة كيفاش جمجمة الإنسان فيها شعر عظام حبيت نفهم وش فيها ما على بالي على بالي بلي كاين راس وما على بالي راس هذاك واش فيه الداخل ولا واش هذا هكذاك أبيبخي قال لك يقول لك هذا فيها جمجمة تاعكم فيها شوينغام تاع الإنسان هكذا أبارامون فيها شوينغام الجمجمة إيمان بصح ما لا لا ما على باليش أنا يا بلي فيها عظام انا بلي جمجمه كما تشوفوها في الافلام كيما تشوفيها وكيما تشوفيها واش تشوفي فيها قولي لي شغل عظمه واحده نورمالمون عظمه واحده لا صح عظمه ما فيهاش تما فيها العظم فيها ماشي حاجه واحده ماشي عظمه واحده نو فيها بزاف لا 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 فيها عظمه واحده اكيد تنسيستي لا لا ولا غير فيها بزاف على بالك معليش ما كانتش عندك الاجابه ويستحقك رضوان شوفي نقول لك الساعه الصح انا من 74 حبست الدراكاج من وقت الاشتراكيه كاع حبست صح انت يا خويا زينك خلاب يا خويا زينك هتاك يا خويا مني الله يبارك يا ايمان اخ موسى عليك ايمان لا مالغري ما شفناكش مي الله يبارك رضوان رضوان انا دفيام رضوان رضوان يعطيه الصحه على هذا نشكروه رضوان ونوجه له تحيه خاصه الوغ ما كانتش عندك لا ريبونس على السؤال الاول معليش سي با غراف مازالو عندك دو كيسيون ان شاء الله تقدري تريبوندي لي عليهم ان شاء الله نتكلوا على ربي سبحانه الوغ عندك لغز دوكا عندك معنا لغز تاع زمان ان شاء الله تقدري تجاوبي لنا عليه الوغ ايمان اللغز ديالك يقول بيتنا مجير ما فيه لا تقبه ولا غوير وشنو هو بيت عاودي نعاودو بيان سور اللغز ديالك يقول بيتنا مجير ما فيه لا تقبى ولا غوير والعلم لله العلم لله خدمي بصح راسك شويه او موان ولقاوها حاجه ناكلوها ولقاوها ماكله ولا واش ماكله وي ماكله حاجه ناكلوها تفاحه نو 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 ماشي تفاحه حاجه نطيبوها باش نو 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 تبعي برك مع مع الكلمات قال لك بيتنا مجير ما فيه لا تقبى ولا غوير هي جي حاجه مدوره ما فيها دلع. لا شي دلع حاجه صغيره وماشي فاكهه بطاطا نو ماشي بطاطا راه انت اول اي خرجوا كي كثرتي على الضواد امشي انا ديباش هيا الشركه اللي دير في الشركه انا كثرتي على رضوان ما قدرش يزيد يشد الوغ ماشي هذه هي لا ريبونس اللي كيداني راه معليش ايمان ماشي هذه هي الاجابه الصحيحه ما كانت عندك ثاني اجابه على سؤال ثاني ان شاء الله نلقاو عندك لا ريبونس تاع لا ثوازيام كيسيون اي راح نتكلم ان شاء الله سبحانه الوغ قولي لي ايمان عندك اون فواطور ما عنديش ما عنديش ان شاء الله فوقتي لنا ان شاء الله معليش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كي اليوم الوغ ان شاء الله ما لا تقدري تريبوندي لي على هاد لا كيسيون الا تفهمي شويه في طوموبيلات قولي لي فهمي ما عنديش انا روحي برك معليش على بالي بلي ما ريبوندي لهاش ان شاء الله تقدري ان شاء الله تقدري تريبوندي الوغ الا تقدري برك تقولي لي سي كوا لا ديفيرونس بين لا بواط اوتوماتيك ولا بواط مانويل اوتوماتيك او مانوال مانوال يدويه يدويه اه بالعربيه احنا ما نفهمش شويه فرونسي على بالك ضعيفه شويه فرونسي معليش معليش لا بواط اوتوماتيك ولا بواط مانوال سي كوا لا ديفيرون ما هو الفرق اوتوماتيك وقال ما فيهاش هذيك زعما ديري هكا وهكا وهكا تطلعي وتهب وتهودي هذيك هذيك هكا وهكا وشو هي انا هكا وهكا ما على باليش ما شفتك شو درتي الله ما على بالي المهم على بالي بلي فيها واحد هكا رسمه واش فيها دايرني قالك وز مضحك انا ليش مضحك يا شوفي رضوان واش دايرني قالك وز مضحك انا ليش مضحك يا اخي انا راح نكلفتني امه كلفتني امه باه نهضر عليها باش نفكها من ظل هذا القلقه اللي راهي فيها
الوغ ايمان معليش نقول لك هاد الامه كامل ما شافتش شنو هكا وهكا اللي بالك كي توري لي فيها بيدك ولا ما قدرتش نشوفك. الوغ معليش نقول لك ايمولي الله اختي انا قلت لك ما عندي لوطو والله ما عندي لوطو. معليش معليش ان شاء الله كي اليوم تشري من فواتور ومعليش قاعدي معنا تسمعي لا ريبونس بالك مع مشاركين واحد اخرين معنا تسمعي لا ريبونس على السؤال ان شاء الله يا ربي. نشكرك ايمان على المشاركه تاعك معنا. الله يعطيكم الخير ان شاء الله. لا يعيشك لا يعيشك ميرسي بوكو ان شاء الله تقعدوا ان شاء الله تقعدوا توجور معنا ايمان ونرحبوا بكم دائما معنا ان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر مشاركه. عبد المالك وعماد وبوبكر نحييهم تحيه خاصه اللي ريبونداو لنا على السؤال على اللغز بلوتو تاعنا بيتنا مجير ما فيه لا تقبه ولا غوير وقالوا لنا هو البيض ونقول لهم هذه هي لا بون ريبونس. ما عليكم غير تبعتوا لنا النيميرو تاعكم في الخاص وحنا راح نتصلوا بكم وتشاركوا معنا. عندنا مكالمه. الو الو مرحبا بك معنا. الله يعيشك ميرسي. شكون معنا؟ عبد الرحمن بومرداس. الله يبارك مرحبا بك وبناس بومرداس بك ان شاء الله. الله يعيشك عبد الرحمن. عبد الرحمن مولف تابع راديو شمس. ماشي مولف دوك لقيتكم عجبني دخلت شتا هكا بعد لاباج ديالكم. مرحبا بك عندنا في راديو شمس ومرحبا بك معايا انا في خدم راسك. الله يسلمك الاخت. الله يعيشك. الوغ عبد الرحمن في خدم راسك عندنا ثلاث اسئله متنوعه الى كيما كنت تشوف معنا دوكا. اسئله هما بسيطه ان شاء الله تقدر تريبوندينا عليهم عبد الرحمن. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. تحب نبداو؟ نبداو تفضلي. عندك عبد الرحمن اول سؤال في الثقافه العامه هو سؤال جد بسيط. نعم قل لي. لا يزيد فضلك نشكرك ميرسي. قل لي وش هي الكلمه اللي يبطل معناها اذا نطقنا بها؟ كلمه كي ننطقوها يبطل المعنى تاعها. ننطقوها يبطل المعنى تاعها. يبطل المعنى تاعها وي سي عبد الرحمن. خدم راسك غير شويه باسكو فريمون سهله. سبحان الله. وي هي كلمه كي ننطقوها يبطل المعنى تاعها. الكلمه دي سبحان الله. نو سبحان الله يبطل المعنى تاعها كي سبحان يا الله. سبحان الله توقشي منك داعي لك بالخير تاعنا بالك الله. ماشي هي. زيد خمم شويه. شوف هي كلمه مكاش كيفاش نبسط لك اكثر من هكذا. كي ننطقوها يبطل المعنى تاعها تسمى المعنى تاعها يروح. واش معناتها هذه الكلمه؟ اون فوا نهضروا يروح المعنى تاع هذيك الكلمه. والو باش نلقى دابا لك. معليش سي با غراف عبد الرحمن. معليش ندوزو للسؤال الثاني. عبد الرحمن وشوفوا اللغز تاعك واش يقول. اللغز تاعك كنا طرحناه ديجا البارح وما ريبونداولناش عليه. ماذا بينا نلقاو الاجابه عندك ان شاء الله يا عم. اللغز تاعك يقول اسمه بالجيم وجاب القاف معاه وصلوا للميم وراحوا خلاه. شنو هو؟ وي وشنو هو؟ ما فهمتش الكلمه الاولى. اسمه بالجيم معناتها يبدا بحرف الجيم. اسمه يبدا بحرف الجيم وجاب القاف معاه. جاب حاجه تبدا بحرف القاف جابها معاه. وصلوا للميم وصلوا عند واحد يبدا اسمه بالميم وراحوا خلاه. تما اسمه بالجيم وجاب القاف معاه وصلوا للميم وراحوا خلاه. هذا تاني سهل لو كان تركز غير شويه في الكلمات. اسمه بالجيم جاب القاف معاه وي وصلوا للميم وراحوا خلاه. واه يا عبد الرحمن ما راكش قاعد تخدم في راسك. اوه واسي اسئله تاعكم بلو انا كنت يلا شوف رضواني شو يقول لك. رضواني جرجي معليش كي نشوفكم هكا في اللايف بدون تهديد الكاستيوم.
يجيوك سهلين. وي هكذا قالوا لي البارح، كانوا معنا جازو البارح اللي قال لي لي كيسيون لي جازو ديجا كامل كان عندي لي ريبونس تاعهم، بصح لي طاحوا في دالتو ما عنده اون ريبونس. كاينه ولا غير كاينه. انت ثاني بالك دوك كي تكوبي معنا كاين عباد راهم يقولوا هاد لي ريبونس يعرفوهم، ولي كيسيون اللي طاحوا لهم ما يعرفوهمش. بالك لو كان تزيد تخدم راسك شويه تعرف. اسمو بالجيم اسمو جاب الجيم ديت ماما شغل راني نخمم فيها باك نلقاها. زيد خمم فيها شويه معليش نروحوا للسؤال الثالث وتحب نعاود نوليو ليها نوليو داكور. نروحوا نشوفوا السؤال الثالث تاعك عبد الرحمن. والسؤال تاعك يقول الماكله طياب كي يجيني مالح كي نطيب كاش بلا ويجيني مالح واش ندير له باش نسقمو باش نقص له شويه هذاك الملح. الماكله كي تجينا مالحه واش نديروا لها؟ كي تجينا مالحه واش نديروا لها؟ وي يعني بزاف هكذا، كاين وين تزيدي لها الماء، كاين وين ابار الماء كي تزيد جومبو، كاين بزاف صوالح خير جومبو يزيد يرجعها مالحه ما كاش منها. وي بالك تغلط وتجيك ماكله مالحه وتزيد لها الجومبو باسكي ترميها. لا 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 لو كنت ديروا لها حاجه سهله هكا انتم ناكلوها تولي لها حاجه. وي دير لها حاجه تنحي لها كاع داك الملح، شغل تمتص كاع داك الملح اللي راهو في الماكله. هي حاجه نورمال، حاجه ناكلوها كل يوم وحاجه كاينه في كل دار. نزيدوا لها شويه خضره، حاجه من الخضره كثرت عليه. على روحك عرفنا ما حبيش تحشم، شهدنا ما حبيش تحشم. قال لك رضوان قد ما حشمت انت ما حبيتش تريبوندي، خلى لك كاع الوقت وما حبيتش تريبوندي. ما بغاش يا ابني خويا رضوان كامل الراس انت وين؟ يا خرجي وين؟ هكا قال امشي يا دير فيها شيء الشركة اللي دير في الشركة انا معليش عبد الرحمن معليش لي ريبونسابل دوك نشوفهم انا نسمعهم نقعد معاكم نسمعهم بيان سيغ ان شاء الله تقعد معنا ويريبونديو عليهم واحد اخرين وتسمعهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الا ما سمعتهم اليوم تسمعهم غدوه وتقعد معنا ان شاء الله كل يوم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر مشاركه لك. لا اول مره وراح نبقى معكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نشكرك على المشاركه تاعك ونرحبوا بك معنا. الوغ قبل ما تروح رضوان قال لي نسحقوا على بالك معليش معليش تفضل اسمع له قول لك حاجه ولا ما نقول لك لو كان جات كلمه نترتق له الراس ديالو بهذا المارطوي معايا علينا نعطي لك خويا رضوان معليش عبد الرحمن رضوان انا يقصر معاك من دابينا تعاود تتصل بينا وتعاود تشارك معنا ان شاء الله ويكونوا عندك ان شاء الله الاجوبه ان شاء الله الاخت ومسي عليكم بارك الله فيكم الله يعيشك وربي معكم ميرسي بوكو الله يعيشك ونشكرك عبد الرحمن تبقى على خير نعم ميرسي ميرسي. الوغ متابعينا نقول لكم وصلنا واياكم مالوغوزمون لنهايه هذا العدد من خدم راسك. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في اعداد راهم جايين ان شاء الله. استنوني غدوه ان شاء الله في نفس الموعد راح تجيكم خدم راسك باسئله كالعاده بسيطه وان شاء الله ما عليكم غير تبعتونا لي نيميرو تاعكم في الخاص وتابعونا وان شاء الله تبعوا مرايا راديو عشط. نقول لكم ريستي برونشي وما تبعدوش باسكو راهو جايكم الزميل نبيل وجايب لكم دي سوربريز في راديو عشط. الوغ ميرسي على المتابعه تاعكم ونشكر اللي راهم معايا في لي كومونتير مالغري ما قدرتش نسميهم بالواحد بصح نشكركم ونقول لكم رانا كامل. ميلينا كوين في اخر لحظه قالت البطاطا ونقول لك ميرسي الملكه. وي سي لا بون ريبونس.